احمد شوبير لاعب أشكرك. نجم كره القدم، كنت حابب تشوف احمد شوبير الاعلامي الكبير، تشوف احمد شوبير الاداري الكبير، يعني كنت عايز الناس تشوف الكوكتيل حبيبي يا اسلام، عشان ده بالنسبه لي وبالنسبه للناس هو الاهم، الناس تتعلم قد ايه احنا لما نبدا ونكتب احمد عبد العزيز شوبير من وانا عندي 10 سنين ممكن جدا ابقى وانا عندي 60 طبعا سنه، ربنا يديك طبعا الصحه والعمر، طبعا تبقى قاعد وكل جمهور النادي الاهلي او معظم جمهور النادي الاهلي بيحبك، معظم الجمهور المصري بيحبك، طبعا الحمد لله، وانا ودي بعتز حاجه مهمه بكلهم جدا. الحمد لله. فانا ده بالنسبه لي كان هو الاهم، ان الناس تشوف وتتعلم. عايز اشكرك وعايز اتمنى للكابتن الخطيب الشفاء ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يرجعه للنادي ويبقى في وسط اسرته، خطيب قيمه طبعا رياضيه عظيمه طبعا محترمه جميله، واجهه رائعه للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يعود سالما باذن الله لاهله. وعايز اقول جمهور النادي الاهلي والناس في النادي ايوه الاهلي هتسمعوا اخبار حلوه قريب، الدنيا جميله والدنيا حلوه قوي والناس بتحب بعض، الناس خايفه على بعض، واحنا طبيعتنا قد ايه بنحب الناس والناس بتحبنا، والقادم هيكون افضل بكثير باذن الله. القادم افضل دائما. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن شوبير على وجودك معانا النهارده، شرفتني ونورتني.